بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من المحاضرة راح نكمل ونحكي على اكسترال سيستول. شنو اكسترال سيستول؟ هي بريماتشر كونتراكشن او بريماتشر كاردك الكتريكال اكتيفيتي. شنو السبب مالتها؟ كوز ات از كوز ماي نيك توبك فوكس او سايد اس اي نود. الاكتريكال فوكس برودوسز ان اكسترا بيت ذات از فولود باي كومبنساتوري بوز which is the period during which the heart stops in a relaxed state. يعني شنو؟ الهارت يشتغل in a rhythmic fashion بانتظام بإيقاعية، نبضة وراها نبضة وراها نبضة وهكذا. النبضة تجي بعد النبضة قبلها تجي in expected time، نعرف ورا كذا جزء من الثانية راح تجي النبضة الأخرى. خلينا نقول كل ثانية تجي نبضة، فالثانية نبضة ورا الثانية نبضة ثانية وهكذا. بس في حالة اكو اكتوبك فوكس وعلى غفلة البيس، هي صارت بيس ميكر، فشوف النبضة اللي تصدر عنها راح تكون تجي مبكرة، يعني ما تجي وراء ثانية من اخر النبضة الطبيعية، راح تجي اوكت نص ثانية ثلاثة اربع ثانية وهكذا. لذلك نسميها بريماتشور. وما تجي هذه النبضة البريماتشور وراها تصير فالصفنة يتوقع فيها القلب فترة شوية طويلة ما يتحرك لحد ما ترجع السايكل نورمال مرة ثانية. راح نشرحهم واحد واحد ان شاء الله. الانواع مالتها رئيسيا عندنا ثلاث انواع: اتريال اكسترا سيستول، نودو، وفنتريكولار اكسترا سيستول. نبدا بالاتريال اكسترا سيستول. هذا الدايجرام يمثل الموقع مال اتريال اكسترا سيستول. باي ذا واي احنا نسميها اتريال ونسميها فنتريكولار ونسويها نودو، نسميها نودو حسب موقع الاكتوبك فوكس مين. فمثلا بهذا الدايجرام هذا الاس اي نود وهنا الاكتوبك فوكس. فايش يصير؟ نورمال بيس ميكر يشتغل، الاس اي نود تشتغل، فتعطي بيت وراها بيت ثانيه نورمال وراها البيت الثالثه نورمال. بس لما وصلت البيت الرابعه ما اشتغلت الاس اي نود، هذا صارت هي الدوميننت بهاي اللحظه، فاعطت الكتريكال اكتيفيتي وتوصل للاي في نود واستمر بالقلب، فاعطاني فد بيت. بس شنو ميزاتها؟ الاولى والثانيه والثالثه ذن النورمال اللي جات من الاس اي نود، كل واحده بيها بي ويف، والبي ويف مالتهم تقريبا مشابهه. بينما هذه الرابعه اللي هي اب نورمال، اولا جت مبكره، لان اذا تشوفون الار ار انترفل بين الاولى والثانيه جد المسافه، بين الثانيه والثالثه جد المسافه، بين الثالثه والرابعه اللي هي اب نورمال شوف المسافه قلت، فجت هذه بريماتشور او جت ايرلي. هاي واحد. الشغله الثانيه البي ويف مالتها يختلف عن البي ويف مالت النورمال ويفز. اذا تشوفون الشكل مالت البي ويف شلون يختلف عن ذني. هذه الفيشر اللي شفتها النورمال بي ويف ولقيت البريماتشور كيو ار اس كومبلكس وراها اكو بوز، هذا نسميه اتريال اكسترا سيستول. النودال اكسترا سيستول من دي جي العفو هنا الاي بي نود هي المصدر مالت الاكسترا سيستول، فنسميه نودال اكسترا سيستول. شو نشوف بها؟ نشوف انه البي ويف من موجوده، لانه اساسا البي ويف راح تندفن بالكيو ار اس كومبلكس مالت الاكتوبك فوكس. ومشكله ثانيه انه كل القلب كل الشامبرز اوف ذا هارت كونتراكت ات ذا سيم تايم او سيميلتينيسلي. شلون يصير هذا الشيء؟ هذا الاي بي نود صارت هي البيس ميكر، وطت السيجنال، السيجنال راح تروح ان تو دايركشن، تصعد اب للاتريا حتى تسوي لها ستيميليشن وكونتراكشن، وبنفس الوقت تنزل داونورد حتى تروح للفنتركلز تسوي لها ديبولاريزيشن اند كونتراكشن. فاذا دايركشن اوف فلو اوف الكتريكال اكتيفيتي واز ابورد اند داونورد ات ذا سيم تايم. فالاتريا والفنتركلز بوث اوف ذيم ار ستيميليتد ات ذا سيم تايم. فهذا بيصير بي ستيميليشن بالنسبه للاتريا راح يعطيني بي ويف، وهذا بيصير بي ستيميليشن بالنسبه للفنتركل راح يعطيني كيو ار اس كومبلكس. بما انه هذول اثنيناتهم ات ذا سيم تايم، فالكيو ار اس كومبلكس الفولتج مالته اعلى راح يغطي على البي ويف، ما راح اشوف بي ويف. ونفس الوقت راح اشوف انه الاتريا والفنتركلز كونتراكت ات ذا سيم تايم، ما يصير فاصل، يعني اول شيء الاتريا بعدين يكمل شغل الاتريا الله يشتغل الفنتركل، لا الاتريا والكونتراكت ات ذا سيم تايم وذ ذا فنتركلز. الاي سي جي راح نشوفه هنا، هذا النورمال ساينس ريتم، هذا ساينس ويف، جيت لما اقول ساينس ويف يعني الاوريجن مالت الاس اي نود فولود باي ساينس ويف، نشوف الانترفل
followed by another sinus wave. They show an interval. وكل واحدة بيها P wave. وإن كانت من بين كلش واضحة. بس هذا indentation البسيط هذا P wave. وراها شفنا جتي في B ثانية. مستعجلة شوية. جتي prematurely. بدليل إنه الانترفل قلت. ونفس الوقت من ندور على P wave مالتها ما راح نلقاها P wave. إذن هذه QRS complex هذه premature مين جتي؟ جتي من النود الAV node بس من أهم النود الإكسترسيستول وراها أكو compensatory pause compensatory pause فترة طويلة بحيث الهارت ما يشتغل وراها يرجع كل شيء طبيعي normal أوكي النوع الثالث هو الventricular إكسترسيستول واتوقع عرفتم مين اللي يسمونها فنتركيولر لانه الاكتوبيك فوكس راح تجي من الفنتركل نفسه الميزات مالتها شنو راح نشوف الكيو ار اس كومبلكس تجي ايرلي ومباشره بعد التي ويف مالت البريسيدنج ويف يعني تجيني نورمال ساينس ويف انترفل انذر نورمال ساينس ويف انترفل انذر ساينس ويف التي ويف مالت هذا الساينس نورمال ساينس ويف فولود ايميديتلي باي كيو ار اس كومبلكس بس ما يشبه البقيه شكله يختلف هم جاي مبكر ايرلي وهم شكله يختلف ليش هنا شكله يختلف؟ لانه لما يصير التحفيز مو بالنورمال كوندكتيف باث واي يعني شنو؟ سابقا كانت توصل تطلع سيجنال من الاس اي نود وتروح للاي في نود وهنا تنزل بالباندل اوفيس وتروح للباندل برانشز وتصير اكتيفيشن تو ذا رايت هاند ليفت فنتركلز ات ذا سيم تايم هسه لا خلينا نفرض انه الماوس حاليا هذا البوينتر يمثل في الاكتوبيك فوكس موجوده بالفنتركلز فاشتغلت هاي الاكتوبيك فوكس وطتني سيجنال السيجنال راح يجي يحفز الليفت بعدين يحفز الرايت فإذن الـ left و right ما اشتغلوا at the same time بالعكس اشتغل الـ left followed by the right ventricle لذلك يشوف الـ depolarization يصير أطول it takes more longer time than normal على أثرها الوقت اللي تستهلك الإشارة الكهربائية راح يكون أطول فراح ينتج عن هذا الشيء شنو راح ينتج أن الـ QRS complex it will take longer time فتكون أعرض wider فيكون شكلها abnormal بيشبه البقية وكذلك وايدر وكذلك فشي راح نلاحظ انه كل هذول اللي نشوفه من نورمال كومبلكسز نورمال ساينس كومبلكسز كل كيو ار اس كومبلكس فولود باي تي ويف هذا التي ويف نفس الدايركشن مالت الار ويف تي ويف نفس الدايركشن مالت الار ويف الا هذا الابنورمال وان اللي هي الفنتركيولار اكسسستور نشوف ابنورمال كيو ار اس والتي ويف مالتها يكون انفيرتد يعني ان الدايركشن اوبوزيت تو ذا major deflection أو R-wave R-wave من هنا T-wave deflection مالتها in the opposite way وراها كذلك نشوف compensatory pause وترجع السايكل طبيعية هذا نسميه ventricular extrasystole شنو causes مالت الاكستراسيستول in general لأن نمسط طريقهم الاسكيميا من يصير اسكيميا بالهارت يصير extrasystole إذا أكو motions إذا أكو الانفعال عاطفي الإجهاد excessive ingestion of caffeine أو excessive smoking كذلك hypothyroidism راح نحكي عن النوع الثاني من الإكتوبيك أريثميا اللي نسميه paroxysmal tachycardia السؤال إنه شنو paroxysmal؟ paroxysmal يعني تجي بشكل attacks مفاجئ paroxysms فتجي بشكل sudden attack sudden إنها جدا مهمة of increased heart rate due to ectopic foci arising from the atria أو الـ AV node أو الـ ventricles يعني أهم شيء بالتعريف مالتها لازم يكون بشكل مفاجئ paroxysmal وتنتهي بشكل مفاجئ يعني شخص قاعد في أمان الله على طول يشوف الهارت ريت از ريسنج يسارع القلب مالته ويحس بخفقان هذا خفقان قد يطول ثواني قد يطول دقائق أو ساعات وراح يختفي كذلك بشكل مفاجئ suddenly ال ورا هاي الاتاك ما تخلص ترجع الفانكشن اوف ذا هارت نورمال قد ترجع تصير هاي الاتاك واحده بس بالعمر او قد ترجع كل فتره الله اعلم حسب النوع شنو الاعراض اللي تصير بالباراكسيزمال تاكيكارديا كلاسيكيا راح نشوف البالبيتيشن خفقان تشيست بين رابيد بريثنج اند ديزينس شنو انواع مالت الباراكسيزمال تاكيكارديا
يا اما يكون طبعا قسمها الى نوعين رئيسيين حسب الموقع مال الليفتابل فوكس، اذا كانت جايه من الفنتريكل او above the ventricles. اذا جايه من الفنتريكل نسميها ventricular paroxysmal tachycardia، واذا كانت جايه from above the ventricles يعني الاتريا او الاي في نود نسميها supra ventricular paroxysmal tachycardia. نحكي بالبدايه عن الاتريال باراكسيزمال تاكيكارديا، يعني هي سوبرا فنتريكولار بس الاكتابل فوكس من دي يجي من الاتريال. منو السبب مالتها؟ جابت البلسز ديسشارج فروم ذا اتريال. الهارت ريت هنا راح يصير من 150 الى 220. شوف اذا جوا ال 150 ما نسميه باراكسيزمال تاكيكارديا، نسميه ساينس تاكيكارديا مثل ما فهمنا الجزء الاول. البي ويف شلون تكون هنا؟ تكون اب نورمال. ليش اب نورمال؟ لانه المنشأ مالت الاشارة الكهربائية هو مو من الاس اي نود ومو نفس الباث واي الطبيعي، جت الكتروفيك امبلس موجودة بالاتريوم فيشوف البي ويف اب نورمال شيء. اما الكيو ار اس كومبلكسز لا نورمال ما بيهن اي مشكلة، لانه جت السيجنال وصلت الاي في نود وعبرت الفنتركلز واللفت ورايت خلصوها ذا سيم تايم، فما عندي اي مشكلة بالديوريشن ولا الكونفيجريشن مالت الكيو ار اس كومبلكس. مثل ما نشوف هنا هذا النورمال ساينس بيت جت من اس اي نود، هذا البي ويف مالتها والكيو ار اس كومبلكس، بعدين تي ويف وراها انذر ساينس ويف وراها انذر ساينس ويف، بس فجاه مثل ما تشوفون هذا الامبولس جت بريماتشورلي. هاي واحد بدليل انه تشوفون الانتربول شلون قل، لذلك البي ويف مالتها البي ويف يختلف عن البقيه، اصلا هنا ما راح يكون شيء بي ويف. على اثرها من هذا البيت وصاعدا بلش الريت يزداد وظل مشكل الريت على التاكيكارديا، يعني البدايه كان نورمال يعني صار تقريبا 300 على 5 تقريبا 60 او شويه اكثر من 60 بيت بير منت، فجأة تحول من قسم 300 على 250، فجأة صعد الريت 150 وفوق. هذا اللي صار هنا جتي باروكسيزم of an attack of tachycardia اللي سميناها paroxysmal tachycardia بشكل مفاجئ جدي. شنو السبب مالتين بين الكتابل فوكس من الاتريال؟ اوكي فسميناها اتريال paroxysmal tachycardia. واكو عندي النوع الثاني اللي هو السوبرا فنتريكولار paroxysmal tachycardia اللي ما يسمى بال AV nodal paroxysmal tachycardia، يعني المنشأ مالتها من الاي في نود، من الكتابل فوكس وين موجوده؟ موجوده بالاي في نود. هذا السبب مالتها اكو فد فينومينون ظاهره نسميها ري انتري فينومينون او سيركس موفمنت او سيركتري. شلون تصير هذا الفينومينون؟ ركز وياي في الموضوع. هذا كل الشكل يمثل لي الاي في نود. الاي في نود تعرفون تستلم سيجنال فروم اباف اللي هي الاس اي نود، فهذا الانبوت مالت السيجنال، بعدين نطلعها اوتبوت عن طريق البندل اوفيس حتى يروح للبندل برانشز ويروح للفنتركلز. اذا هذا الانبوت هذا الاوتبوت، هذا الانتري هذا الاكزت. من تدخل السيجنال اكو تو باث ويز، واحد اسمه اي والثاني اسمه بي، وبيناتهم تشو نون اكزايتبل تشو، خلينا نتخيلها مثل الفلكه، لان تو باث ويز طريقين. المشكله وين؟ خلينا نتخيل انه there is a disease affecting this side of the pathway، يعني pathway A is diseased اما pathway B ما في اي مشكله normal. شنو فرق هذا عن هذا؟ اولا pathway A سرعه نقل الإعازة الكهربائي تكون بطيئه، conduction يكون slower than pathway B، هذا ينقل الاشاره ابطا من B. اوكي تخيل مثل ما قلنا طريقين، هذا صار بي في الباثولوجي بحيث صار بي طسات، خلينا نقول هذا نورمال باث واي، فلما تجي السيارتين واحده تروح على اليمين على الباث واي اي ابو طسات والثانيه تروح على الباث واي بي اللي هو النورمال، طبيعي هذه اللي راح الباث واي اي راح تتاخر لانه الشارع ما مهد بشكل سلس، اما تايب بي او باث واي بي راح تمشي بشكل طبيعي واسرع. اذا الفكره شنو؟ تايب اي الكوندكشن يكون ابطا من التايب بي او الباث واي بي، وكذلك الريفراكتري بيريد مالت الاي راح تخلص بسرعه، بينما التايب بي تتاخر شويه. يعني التايب الباث واي عفوا الباث واي اي
هذا الطريق نقل الإيعاس أبطأ والتعافي من الرفراكتري بيريد يكون أسرع بسرعة يطلع من الرفراكتري بيريد. أما الباثوي بي طريق بي نقل الإيعاس يكون أسرع بس التعافي من الرفراكتري بيريد يأخذ وقت أطول من أي. حد هنا أوكي؟ فخلنا نتخيل هذا السيناريو بالبداية. اجتني نورمال سيجنال وصلت بالانبوت او بالانتري. اجت لقيت مفترق طرق واحد اي واحد بي. وين تروح؟ تروح باثنيناتهم بالاي وبالبي. بس من عبرت بالاي لقيتها ابطا بالنقل، من عبرت بالبي لقيتها اسرع. الحال ما وصلت هنا وانتقلت ما عندي مشكلة. خلنا نتخيل من الحد البيت الثانية اكو فد سيجنال اجت بريماتشوري وطخت ال اي بي نود فدخلت هنا في المكان جت المفترض طرق فلقت اي ولقت بي. السؤال من اجت هنا طريق اي وطريق بي من ناحيه الريفراكتري بيريد شنو الفرق بيناتهم؟ اتفقنا انه طريق اي يطلع من الريفراكتري بيريد اسرع من بي. فلجت السيجنال هنا لقت طريق اي كلير طالع حسب الريفراكتري بيريد يعني عنده مجال يستجيب ويوصل إيعاس الكهربائي، بينما طريق بي باثوي بي شبيه هسه بعد ستيل ان ذا ريفراكتري بيريد وهسه شنو نون ريسبونسيف بده يصير عنده بلوك. فالسيجنال مين راح تروح دايركشن اي لو دايركشن بي فديفنتلي ات ويل جو ان ذا دايركشن اوف باثوي اي فراح تنزل بهالاتجاه. من نزلت لحد ما وصلت للاكزت فاطت السيجنال مالتها عبرت الفنتريكلز. والمشكلة وين؟ من وصلت هنا لقيت باثوي بي اللي قبل شوية كان ريفراكتري وما يخليها تعبر. من وصلت للاكزت لقيت الباثوي بي هسه طالع من الريفراكتري بيريد وهسه يقدر يستجيب. It is now full responsive to it. فراح تستمر بهذا الدايركشن وترجع بمن؟ للباثوي بي. من وصلت لنقطة الدخول الانتري بوينت أبطت إشارة كهربائية للأترية والأترية تخلصت. بس نفس الوقت راح يشوف باثوي اي طالع من الريفراكتري بيريد وهسه هو شنو ريسبونسيف تو ات فراح تدخل وتكمل السايكل وظل تفترق هذه البؤرة هاي الحلقة لحد ما يصير تداخل علاجي او هي تختفي يصير ويرنج تعب ويتوقف الإيعاس ويرجع كل شيء طبيعي. فهذه نسميها ري انتري فينومينا. النوع الاخر من البارازيزمال تاكيكارديا اللي نسميه فنتريكولار. الفنتريكولار تاكيكارديا الاكتوبك فوكاي او فوساي مالتها تكون من الفنتريكولز مثل ما حكينا تكون خطره وقد تؤدي الى حاله طبيه سريه فنتريكولار فيبريليشن اللي هي قد تؤدي الى الوفاه. يشوفون هذا الاي سي جي بكل بساطه انه الكومبلكسز مثل ما تشوفون كلهم عريضات بروك كومبلكسز معناته جات من جات من الفنتركل مثل ما حكينا انه كانت نورمال كان يعني النارو معناته جات من الاتري واريد اشوف وش قد سريع. الحاله تلوخ نسميه الاتري فلتر. الفلتر شنو فلتر؟ اللي يعني مثل رفرفه مالت جناح الطير. بالاتريال فلتر الكتابك فاصاي originating from the atrial musculature يعني من المصل مات الاتريال. الاتريال ثيناتهم they beat rapidly like wings of a bird سمي flattering يرفرف. الريد قد يوصل 250 الى 350 نبضة بالدقيقة بس مو كل ذني ال 300 يعني فوق من عمر 250 اكو فد ميزة بالاي بي نود. يا شباب الاي بي نود يوصل بين الاتريال والفنتريكلز وقلنا من يجي السيجنال الكهربائي يوصل للاي بي نود تاخر شويه يلا تسمح له بعدين يعبر. اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه الاي بي نود عندها امكانيه انه ما تعبر اكثر من 230 او خلينا نقول في احسن حالاته 220 الى 230 في احسن حالاته 230 بيت بير منت ما تقدر تعبر اكثر من هذا. فاذا الاتريا فوق اشتغلت معدل اكثر من 230 شوف مو كل يعني خلينا نقول صارت 300 صار الريت 400 مو كل 300 وال 400 راح يعبر عن لا